بطولة مين اللي انت بتحكيها؟ بطولة انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جالي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه، انا عايز، انا ماليش دعوه، انا عايز اقتل. ايه ده، اعمل له ايه يا ابني؟ عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه، تعالجوني لازم. هتقتل هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل افضحكوا. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل، اعمل انت الخدامه. ماشي خدامه، ما اعملش خدامات انا يا ابني. والله الدور ده حلو جدا. خدمت ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك. اعمله. ما عملتش انا خدمات. لو سمحت ساعدني تعبان. ساعده بس. يلا. والله قلت لك الاخباب يعطلوني والله. معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا يلا يلا. مشهد قتل الخدامه اول مره، اكشن. يلا اقتلها يا استاذ. يا استاذ اقتلها. ما هي ما اتقلبتش. فما اتقلبتش فما عجبتنيش، هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها. بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان استاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه. يلا يا جماعه مشهد قتل الخدامه تاني مره، اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها، ما هي بتموت لوحديها. ما بتفرفر قدامك اهو. معلش قولها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه. واحده بتتقلب على السرير، مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها. مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه؟ والله يا عاشر واحده خربشها ان انا الاقي الجدون. ابدا يا استاذ ما تجننيش والنبي معاك. انا مالي انا، انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه ثالث مره، اكشن. لا انت هتعمل لي عرس، هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اثبت بقى. اثبت بقى، حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده، حرام عليك. مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم؟ عايز اتعالج والله. بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك والله. بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو، كده اهو، تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس. الله يرحمه كملي لي الثلاجه لحمه. روقي يا حبيبتي روقي. مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اختي. نجار؟ اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك؟ صحيح بق النجار مخلع. ايوه كده فكي. بس بقى بتضحكوا. ما خلاص ضحكنا. انا عايش مأساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مأساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط. اقول لك انا احكي. انا حكايتي صعبه على الكافر. انا وانا صغير كنت بحب ابويا، اه ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبر. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكانه ميعاد السرقه، فيجي ايه بقى ايه يقبض عليا، فاروح معاه اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليت وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك. يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا ما اقدرش اعدي يوم ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش ابويا مخبر هطلعه. حلوة قوي يا ابني. انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا. ونروح بقى ايه، نقف كلنا عرض بقى قدام الوكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى كلنا عرض كده، وانا واقف بقى في وسطهم ايه وبعمل كده يعني. تقوم معديه، بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قتلها، بس قبل ما قتلها خربشها زي ما خربشتني. طب ما دي حكامل مقصره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان؟ ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي. والله العظيم لو ما عقلت المعلم هيجي ينفخ. بص يلا لو ما عقلتش انا هخلص منك. ايه ده؟ ما انت معاك بتقتله، بتقتله يا ابني. انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه.
بجيبه بس نرف حاجة نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا والنبي. المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص عم خربشني. قمت مخربشني خربشني خربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، ايه المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعادي الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. أعمل البر خلاص مجانا. تذكر لي كل الإعلانات. ما خلاص قلت أشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تنسى. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جيلي أنا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمة من بقه ويدهنا. إيه؟ بيشيل اللقمة من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء، انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده، اللي هو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهن. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهن. يا تفو انا فهمتك. بص انا هفهمك. تفو يا ابني افهم. تفو في قدامي بس يا ابني. يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم يا معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. تمساح ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله يا عم؟ شغلت ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه طب امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح؟ يا معلم مش شايفيني يالا؟ ايوه انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم اصل ما كنا فوق. ايوه يا معلم. ايوه ايوه انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم. ها 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 يا معلم. ولا 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 بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا اقسم بالله. يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ مش على الطلب الثلاثه فهمنا يا معلم، احنا اسفين. احنا مش عايزين نضيع وقت، انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء. يا. يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا. انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا. انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يلا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يلا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا. امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلي لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يلا ده انت ذكي يلا. لا ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي. هنقعد نرغي. لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يلا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات. اه عامل تحريات. مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا، دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟
بعد ما قلت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم. معلم ايه؟ انت ايه صوت الصمارة ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت صمارة؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زمارة اتزمر يا اخي. علم واستاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزمارة ده؟ يمكن العروسة جت من الكوافير. يا ابني عروسة. عروسة ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 ايه؟ والزينة بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص ايه الصوت ده يالا؟ عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقة جم. ماشي يا حبيبي. هتودينا في داهية لان لو صحاب الشقة جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهية. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعة ها وتيجي تقول لي يلا. ماشي يا بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا انت معلوم. لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك ايه؟ انا كلامي ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقة ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعة شوف دول اصحاب الشقة ولا لا؟ ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقة جم ولا لا؟ انا قلت لك اتنيل يا معلم والنبي. يلا روح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. انت مين يالا؟ مصيبه يا معلم مصيبه. ايه؟ اصحاب البيت جم. ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه. احنا مش هنلحق نهرب. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها. عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى. يستخبى مع نفسه. ما يقولش للتاني. يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم زمانهم طلعوا. الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتم بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد لان انا ده حصل معايا قبل والله كده. حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. وكان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه يلا استخبى. يعني اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ اه قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه يستنى باص خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش ماشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا ابو ياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت يا راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له يا ايتيو انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى دي ليها ريحه فهمتي؟ يا حبيبي ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك اوكي؟ يا ابو ياد انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين وقع مننا 8 اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا اللي هساعدك سيبك من الدكتور ده. ماشي قولي ورايا سيس سيس. طب انت حلوه اهو. انا مش لدغه في حرف سي. اه طب انت لدغه في ايه بالظبط حددي. انا لدغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يا يا ابو ياد ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ابو ياد لا ايام زي كلمه ياي. سحر عيونه نظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي.
انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا بيوت ده زي كلمة كيب كيب. كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب هو هو هو. لحظة يا حبيبتي. يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير اللي هو الواو حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه إيه؟ ارسمي الحرف اهو حرف يام ايام والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر بقول لك إيه؟ ايه ركزي قولي مرياله 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 مرياله.